ايه يا ست وانا انا ست وانا انا ايه يا ست وانا انا ست وانا انا قلبي برتقال بصره ملكك وانت حره عصير يا عصير كده. يعني هي بدايتها كانت يا ست وانا انا ست وانا انا او يعني يا ست وانا مثلا. وبعدين رحت انا يعني فجاه كان اقتراحها هي بصراحه يعني كان ايه ده سمعت اللي ايه ده ما تصوروها ايه ده ده حلو قوي ايه ده ما تصوروها ده حلو قوي يعني المناغشات العاطفيه دي هي كان سبب اول فيديو من النوع ده لينا مظبوط فجاه تعالوا نصور من وان شوت يعني احنا حتى كنا مرتجلين فيها جزء يعني كنا عاملين جزء ارتجالي فيها ولكن انا مسكت العود كده عملت كده عملت السيكونس ده يعني اللي هو الجمله اللي هي بتاعت ايه ست وانا انا ست وانا انا بس وقفت وبعدين كملنا قعدنا بقى تجودوا بقى نجود سلطنتوا بالظبط قلبي برتقال بسرة ملكك وانت حرة تعصر يا عصير مثلا يعني وهكذا وكملنا اللي احنا على هذا الوضع وكان في جزء الفيديو نزلنا الفيديو والفيديو دايما يعني الفيديو ساعتها عمل رقم ارقام يعني غريب كان الموضوع وصل يعني وشكرنا ودخل كتب لنا مسج هو الحلو في الفيديوهات بتاعتكم ان هي فيها نوع من الايروني او فيها نوع من السخريه انت بتجيب حاجات اصلا ما ينفعش تتغنى بالالحان الرصينه دي فالكلمات دي مع الالحان الرصينه اصلا في حد ذاتها تضحك أيوة طبعا حلوه بس تضحك اللي هو يعني مش متوقع خالص انه ده يطلع منه ده يعني الكلام ده يطلع منه اللحن بالعمق ده لما فكرت في اغنيه ويجز بقى سحرتني ولا سحرتي فكرت فيها ازاي احنا عملناها على مقام اسمه نكريز نكريز يعني نشوف سحرتني ولا سحرت لي وعيون مش محتاجة تسحر لي مش عايزة تجيبني بس جابتني نسيتني وقصتي حبستني والله وأوقات بفكر فيك كتير بالي عليك مشغول ولا بيصعب عليك حالي وبكتب لك كلام معزول بعيد عن عيني ويا عيني مع غيري ومش مبسوط Sure.